الموارد الطبيعيه الموارد الاقتصاديه وغيرها يجب ان تصل اليه التنميه المحليه استثمار امكانيات عاليه بين المجتمع المدني وتمثيل الاحزاب مع البيان الختامي والتوصيات. بارك الله فيكم. ما ميز منتدى شباب الجلفة أنه كان بمشاركة 1200 شاب من جميع كلهم من ولاية الجلفة من أقصاها إلى أقصاها، وكان العنصر النسوي كان مشارك بقوة، قدم اقتراحات توصيات، شارك بقوة في الورشات. بين مخرجات هذا المنتدى في التوصيات عن طريق الورشات التي قام بها الشباب هو ضرورة يعني التكفل بالشباب أصحاب المشاريع والمؤسسات الناجحة من أجل تمكينهم اقتصاديا في الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة مرافقة وتحرير مبادرات الشباب من أجل التمكين السياسي عن طريق المشاركة السياسية بالترشح والانتخاب. هذه السانحة الجميلة التقاء الشباب يعني من كل التخصصات ومن كل المستويات، طبعا شباب جامعي وشباب يمثل المجتمع المدني وشباب من كل الأصناف والفئات العمرية وأيضا من الجنسين، وطبعا هذه فرصة مميزة للشباب الجلفاوي للتكوين والتدريب والتعلم.